بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المرحلة الابتدائية الصف الأول الفصل الدراسي الثاني مادة لغتي. موضوع الدرس مراجعة شاملة كامل. المنهج إعداد وتقديم الأستاذ فهد عبد الرحمن. الميمن سنتعلم أحبائي هذا اليوم مراجعة حروف الفصل الأول وكذلك مراجعة حروف الفصل الثاني، وسنتعلم كذلك مراجعة حروف المد وكذلك مراجعة الأصوات القصيرة والأصوات الطويلة ومراجعة الفرق بين اللام الشمسية واللام القمرية. هذه مجموعة الحروف أحبائي، أين هي الحروف التي درستها؟ الفصل الأول. هيا يا أحبائي، هيا يا بطل، نشير إلى الحروف التي درسناها في الفصل الأول. نأخذ أول حرف الألف. هل أخذنا حرف الألف؟ أحسنتم. حرف الباء. نتكلم عن الفصل الأول، نتذكر حروف الفصل الأول. نعم أحسنتم، أخذنا حرف الباء، رائع. حرف التاء. هل درسنا حرف التاء في الفصل الأول؟ رائع أحسنتم. حرف الثاء. أين هو حرف الثاء؟ هل درسنا حرف الثاء في الفصل الأول؟ لا، لم نأخذ حرف الثاء. حرف الجيم. هل درسنا حرف الجيم في الفصل الأول؟ نعم أحسنتم. أين هو حرف الحاء؟ ممتاز، نشير بالإصبع إلى حرف الحاء. هل درسنا حرف الحاء في الفصل الأول؟ رائع، نعم. بعد حرف الحاء حرف الخاء، أين هو حرف الخاء؟ ممتاز، من أشار إلى حرف الخاء؟ هل أخذنا حرف الخاء في الفصل الأول؟ لا، كان حرف الخاء في الفصل الثاني، ليس في الفصل الأول. حرف الدال. هل أخذنا حرف الدال في الفصل الأول؟ نعم أحسنتم، رائع. ماذا يأتي بعد حرف الدال؟ شبيه حرف الدال عليه نقطة، منقوط، هو حرف الدال. أحسنتم، حرف الدال هل أخذناه في الفصل الأول؟ هل درسنا حرف الدال في الفصل الأول؟ الفصل الثاني. حرف الراء أحبائي، حرف الراء، أين هو حرف الراء؟ هل درسنا حرف الراء في الفصل الأول أم الفصل الثاني؟ إذا كان الفصل الأول نشير إلى الحرف. أحسنتم، في الفصل الأول درسنا حرف الراء. حرف الزاي. هل درسنا حرف الزاي في الفصل الأول؟ نعم أحسنتم. نأتي إلى حرف السين، أين هو حرف السين؟ من يشير إلى حرف السين؟ ممتاز، هل درسنا حرف السين الفصل الأول؟ نشير إليه، إذا كان الفصل الثاني لا نشير إليه. أحسنتم، هو في الفصل الأول. حرف الشين. رائع، في الفصل الأول. حرف الصاد. ممتاز، في الفصل الأول. حرف الضاد. لا، لم نأخذ الفصل الأول. حرف الطاء. أين حرف الطاء؟ ممتاز، أخذناه الفصل الأول.
حفظ. لا، كان في الفصل الثاني. حرف العين كذلك لم نأخذ الفصل الأول. حرف الغين كذلك في الفصل الثاني. حرف الفاء رائع، هذنا حرف الفاء في الفصل الأول. حرف القاف أين هو؟ أشير إلى حرف القاف. ممتاز، حرف القاف كان في الفصل الأول. حرف الكاف في الفصل الثاني. حرف اللام رائع، الفصل الأول. حرف الميم، حرف الميم ممتاز، كان من حروف الفصل الأول. حرف النون تذكر طيب، نعم حروف الفصل الأول. بقي حرف الهاء، أين هو حرف الهاء؟ نتذكر شكله. نعم، هذا هو شكل حرف الهاء، نشير إليه. لم يكن بالفصل الأول، كان بالفصل الثاني. نعم، حرف الواو ممتاز، الواو سبق دراسته في الفصل الأول. وآخر حرف، حرف الياء. نعم، لم يكن بالفصل الأول. نأتي هنا أحبائي، هذه هي الحروف التي سبق دراستها في الفصل الأول. الألف والباء والتاء والجيم والحاء والدال والراء والزاي والسين والشين والصاد والطاء والفاء والقاف واللام والميم والنون ثم الواو. نتذكر أننا أخذنا هذه الحروف في الفصل الأول بمجموعات ثلاث. المجموعة الأولى ميم باء لام دال نون وراء. المجموعة الثانية صاد فاء سين قاف تاء حاء. المجموعة الثالثة ألف طاء زاي واو جيم ثم شين. هذه الحروف الباقية هي التي درسناها وتعلمناها في الفصل الأول. ننتقل أحبائي إلى الحروف التي درسناها في الفصل الثاني، لكن سيكون الاختيار حسب الترتيب، أن يكون الترتيب من الألف إلى الياء. نتذكر ما الحرف الأول الذي درسناه في الفصل الثاني. بدأنا بحرف ماذا؟ حرف الضاد، أحسنتم رائع. نتذكر بالكتاب، ما هو الحرف الذي درسناه بعد حرف الضاد؟ حرف العين، أحسنتم، حرف العين، حرف العين. والحرف الثالث ما هو؟ حرف الكاف، ممتاز، حرف الكاف. ثم أخذنا بعد حرف الكاف الحرف هو من يشير إليه، حرف الخاء، ممتاز رائع، حرف الخاء. ثم كذلك بعد حرف الخاء تعلمنا ودرسنا حرف من يشير إليه، حرف الياء رائع، حرف الياء. نعم، بعد انتهينا حرف الياء أخذنا حرف
من يتذكر؟ شير إليه جميعا. حرف الذال، ذال بطل، حرف الذال ها هو. ممتاز. بعدها أخذنا حرف الهاء. الهاء يا بطل، نعم هذا هو الحرف، حرف الهاء. ثم انتهينا من حرف الهاء ودرسنا بعده حرف الثاء. نعم ثلاث نقاط، حرف الثاء نشير إليه. ممتاز. تعلمنا حرف الثاء وانتهينا من حرف الثاء ودرسنا بعده حرف ما نشير إليه، حرف الغين. رائع، حرف الغين. انتهينا من حرف الغين، ثم أخذنا آخر حرف، حرف الضاء. حرف الضاء، حرف الضاء، أين هو حرف الضاء؟ بطل، ها هو حرف الضاء. من دراسة جميع الحروف التي درسناها في الفصل الأول وكذلك في الفصل الثاني. هذه هي الحروف التي درسناها في الفصل الثاني، حرف الثاء، حرف الخاء، حرف الذال، حرف الضاد، وحرف الضاء، وحرف العين، وحرف الغين، ثم حرف الكاف، وحرف الهاء، وحرف الياء. إذن هذه هي المجموعة التي أخذناها في الفصل الثاني، مجموعتان. المجموعة الأولى كانت حرف الضاد، ثم حرف العين، حرف الكاف، حرف الخاء، حرف الياء، وحرف الذال. ثم المجموعة الثانية حرف الهاء، حرف الثاء، حرف الغين، ثم حرف الضاء. لا ننسى أحبائي حروف المد، فقد تعلمنا حروف المد وهي ثلاثة حروف، حرف الألف مد بالألف، حرف الواو يكون مد بالواو، ثم حرف الياء يكون مد بالياء. كذلك أحبائي تعلمنا الأصوات القصيرة وهي الفتح والضمة والكسرة، وأخذنا كذلك الأصوات الطويلة تكون الفتح مع ألف المد، الضم مع واو المد، الكسرة مع ياء المد. كم عدد الحروف الهجائية يا بطل؟ دعونا نفكر، حروف الهجائية كم؟ هل تستطيع العد؟ نبدأ العد. أحسنتم، إذن 28 حرفا. ما هي حروف المد؟ حرف الألف وحرف الواو وحرف الياء. ما هي الأصوات القصيرة؟ قلنا الأصوات القصيرة هي الفتحة والضمة والكسرة. ما هي الأصوات الطويلة؟ الفتحة زائدا ألف المد، الضمة زائدا واو المد، والكسرة زائدا ياء المد. إذا تعلمنا أحبائي هذا اليوم مراجعة حروف الفصل الأول وكذلك مراجعة حروف الفصل الثاني وكذلك مراجعة حروف المد، ثم مراجعة الأصوات القصيرة ومراجعة الأصوات الطويلة وكذلك مراجعة اللام الشمسية واللام القمرية.